السلام عليكم يا اولاد. احنا النهارده هنتكلم على درس دوله المماليك. احنا اتكلمنا على ان دوله المماليك رابع دوله من الدول المستقله استقلال اسمي غير رسمي للخلافه العباسيه. الخلافه العباسيه زي ما احنا عارفين مركزها في بغداد بالعراق. انا عندي الخلافه العباسيه زي ما درسنا ان هي كانت 500 سنه، 100 سنه قوه و400 سنه ضعف. في خلال 400 سنه ضعف اللي هو العصر العباسي الثاني ظهرت دوله المماليك. طيب دولة المماليك ديت مين هم المماليك؟ انا كاتبه كلمه في كلمه كده المماليك. المماليك دول هم ارقاء بيت. يعني ايه ارقاء بيت؟ اسرى حروب. بس اللي بيميز المماليك ان هم بيعرفوا فنون القتال. دولة المماليك زي ما انت بتشوف العنوان كده 1250. احنا هنعرف 1250 ميلاديا السنه دي اللي يا اولاد تزوجت فيها شجر الدر من عز الدين ايبك. واحنا الحصه اللي فاتت خدنا شجر الدر اللي هي كانت زوجة الملك الصالح نجم الدين ايوب. 1517 التاريخ ده مهم قوي. نهايه دوله المماليك التاريخ ده فاصل بين حدثين، بين نهايه دوله المماليك وان مصر بقت ولايه عثمانيه، وده ان شاء الله تاخد بالك ان ده بدايه المرحله الثالثه عدادي. يبقى دوله المماليك اللي هندرسها اخر دوله من الدول المستقله مهمه جدا للمرحله الثالثه اعدادي، لان التاريخ اللي انت هتاخده في الترم الاولاني في ثالثه اعدادي هيبقى بدايه انهيار دوله المماليك، وان مصر هتبقى 1517 نهايه دوله المماليك في مصر وبدايه ان مصر تبقى تحت سيطره الدوله العثمانيه. طيب تعالوا بقى نتكلم على دوله المماليك وازاي ظهرت دوله المماليك. بلدك من اعظم البلاد في العالم تصدت لخطرين مهمين جدا، الا وهما الخطر الصليبي والخطر المغولي. الخطر الصليبي اللي احنا اتكلمنا في بدايته لما اتكلمنا على الدوله الايوبيه وازاي سلاطين الدوله الايوبيه تصدوا ليها، وازاي صلاح الدين الايوبي قدر ان هو يسترد بيت المقدس من ايد الصليبيين في معركه حطين. فضل الوجود الصليبي في بلاد المسلمين حتى نهى على وجوده تماما دوله المماليك. كما ان دولة المماليك تصدت لخطر يوازي خطورة خطر الصليبيين الا وهو الخطر المغولي. وهنعرف ان الخطر المغولي دول او بنقول عليهم قبائل من التتار ان هم كانوا موجودين في دولة اسمها دولة منغوليا. دولة منغوليا دي يا اولاد من اهم الدول اللي كانت موجودة في اسيا في الوقت ده، وكان المغول دول هنعرف ان هم ما عرفوش ولا ديانة سماوية ولا شعب، بمعنى اصح في كتب التاريخ بيتقال عليه شعب همجي لان ما بيهتمش بالثقافة، وده اللي احنا هندرسه على مدار ما هندرس الدرس. بداية الدرس بيقول لك قيام دولة المماليك. انا عايزة لما اقول دولة المماليك بدأت ازاي، اخر حاجة في درس الدولة الايوبية لما قلنا تورانشاه. تورانشاه ده كان ابن مين؟ الصالح نجم الدين ايوب. لما الصالح نجم الدين ايوب توفى وكان مصر متهددة من الخطر الصليبي، زوجته شجرة الدر خبت خبر وفاته عشان ما يبانش او الاخبار توصل للصليبيين ان حاكم مصر مش موجود فتضعف الدولة. خبت خبر وفاته لغاية ما يجي تورانشاه. تورانشاه ده كان بيحكم ايه؟ بيحكم بلاد الشام. ده كان ابن الصالح نجم الدين ايوب وليس ابن شجر الدر. جه تورانشاه وحكم فترة، بس ابتدى ان هو يبتدي ان هو يسيطر على مقاليد الحكم، ده ما عجبش شجر الدر فحاولت بقدر الامكان تخلي امراء المماليك تقتله. يبقى ازاي قامت دوله المماليك؟ بانتهاء الدوله الايوبيه. كيف انتهت الدوله الايوبيه؟ عندما قتل مين؟ تورانشاه. اتقتل على يد مين؟ على يد امراء المماليك وخاصه الظاهر بيبرس اللي هنعرفه بعد كده، هنتكلم عليه بعد ايه ما نتكلم على سيف الدين قطز. المهم نهاية دولة المماليك لما تورانشاه اتقتل. تورانشاه اتقتل على يد مين؟ على يد أمراء المماليك. تورانشاه ده آخر ملوك الدولة الأيوبية. شجر الدر بقى ابتدت إيه تقول لأ أنا عايزة أحكم. شجر الدر دي لمعلوماتك أول امرأة تحكم في العالم الإسلامي. إحنا خدنا تاريخنا على مدار العصور، أول امرأة كانت حكمت في التاريخ الفرعوني كانت كليوباترا. كانت حتشبسوت في التاريخ الفرعوني، كليوباترا في العصر البطلمي، شجرة الدر في التاريخ الإسلامي. بس احنا في نقطة عندنا ان دلوقتي مصر تابعة للخلافة العباسية، الخليفة العباسي يرفض رفضا باتا ان تحكم شجرة الدر ايه دولة إسلامية، لأن ممنوع امرأة تحكم دولة إسلامية. عشان كده هي حكمت عبارة عن 80 يوم، والخليفة العباسي قال للشعب المصري لازم يبقى في رجل على كرسي عرش مصر. فهي فكرت تعمل ايه؟ تتجوز واحد ومن خلاله
هي تحكم البلاد وايه تاخد مقاليد الحكم وتسيطر عليها. تزوجت من احد المماليك اللي هو عز الدين ايوب اللي هو كان قائد جيش الصالح نجم الدين ايوب. وعندما تزوجته 1250 بدايه الدوله المملوكيه، يبقى انا عندي 1250 اللي هو كنا كاتبينها في بدايه الدرس، دي بدايه الدوله المملوكيه بزواج شجر الدر من عز الدين ايوب. كده تكونت دوله المماليك. احنا النهارده هنقولنا حاجه، احنا دوله المماليك يا اولاد فاكرين اننا عصر الدوله الامويه، فاكرين الدوله الامويه اللي بعد نهايه الخلفاء الراشدين بعد حكم الخليفه علي بن ابي طالب رابع الخلفاء الراشدين اللي حكم من 35 هجريا لغايه 40 هجريا. الدوله الامويه حكمت من 41. الخلفاء الراشدين ده كان حكمهم حكم شورى، اما الامويين بدايه حكم الوراثه. طيب بعد الامويين العباسيين برضو حكم وراثه، الدول المستقله حكم وراثه. ايه اللي حصل بقى يا مس في دوله المماليك؟ مش بالضروره كانوا واخدين مبدا الوراثه، خلي بالك من الجمله دي، لم ياخذ المماليك بمبدا وراثه العرش دائما. فعشان كده هنلاقي ان عز الدين ايبك، هنشوف كده في المربعات اللي موجوده، عز الدين ايبك بزواجه من شجر الدر 1250 هو حكم 7 سنين. بمقتله على يد شجرة الدر، لأن ابتدى إن هو عايز يسيطر على مقاليد الحكم، وده طبعا كان هيحول دون تحقيق أحلام مين؟ شجر الدر. فطبعا قتلته وتخلصت منه. فزوجته الأولى اللي كان لي منها طفل اسمه المنصور علي، وده كان في الوقت ده عنده 11 سنة، لازم يبقى حد واصي عليه عشان يحكم البلاد. اللي كان واصي عليه سيف الدين قطز. عندي سيف الدين قطز نقف شويه بقى، هتقول لي ايه ده يا مس فهميني سيف الدين ده قطز جه ازاي؟ انت فهمتيني ان عز الدين ايبك واحد من المماليك وكان قائد جيش الصالح نجم الدين ايوب، تمام. المنصور علي ده ابنه، ولما عز الدين ايبك توفى على يد شجر الدر ابتدى بقى المنصور علي يحكم، وكان واصي عليه سيف الدين قطز. سيف الدين قطز ده اساسا قطز دي مش اسمه، هو كان اسمه محمود، هو كان ابن ملك وملكة بلاد خوارزم. بلاد خوارزم دي اللي هي في شمال ايران. شمال ايران ابتدى المغول خرجوا من دولة منغوليا، سيطروا على شمال ايران وخدوا ايران بالكامل، ثم سيطروا على العراق وقادوا على الخلافة العباسية 1258، وبعدين سيطروا على بلاد الشام وبقت المواجهة مع مصر. قطز ده كان اسمه محمود، كان ابن ملك وملكة بلاد خوارزم، بس لما دخل المغول بلاده قتلوا والده ووالدته، قدر يهرب مع المربي بتاعه ووصل لبلاد الشام، اتباع في اسواق الرقيق. مين اللي اشتراه؟ اللي اشتراه عز الدين ايبك وخلاه من جنوده. طبعا عز الدين ايبك مش احنا قلنا قائد جيش الصالح نجم الدين ايوب، فكده بقى هو داخل في جنود او تحت سيطرة جنود عز الدين ايبك. فكيف جاء سيف الدين قطز الى مصر؟ جاء ضمن الجنود او المماليك الذي اشتراهم عز الدين ايبك، ودخل في ضمن الجيش، وطبعا ابن ملك وملكه بلاد خوارزم كان عارف فنون القتال. فقطز لما جه في الوقت ده ووصل لمصر بقى ضمن جيش عز الدين ايبك، ولما توفى عز الدين ايبك بقى واصي على المنصور عليه، لان ما ينفعش طفل عنده 11 سنه يقعد على كرسي عرش مصر الدوله العظيمه دلوقتي. وفي الوقت ده مصر كانت بتواجه خطر الا وهو خطر المغول. طيب انا عز الدين ايبك قلنا بعد ما قتله تولى المنصور علي ابنه، كان صغير في السن، فعشان كده اتعين مين اتعين سيف الدين قطز وصي عليه. في الوقت ده احنا كنا بنتصدى لخطر لا يقل عن خطر الصليبيين. طيب مس هم مين بقى المغول دول؟ المغول دول كان اللي موحدهم هو كنقباء المتفرقه في دوله منغوليا، اللي قدر يوحدهم جنكيز خان، بيتقال عليه الحاكم الاعظم، ده لقب بياخده. طيب اسس امبراطوريه كبيره، ابنه قتل في احدى المعارك، مين اللي تولى من بعده؟ هولاكو. هولاكو ده حفيد جنكيز خان وليس ابنه. هولاكو ده ابتدى ان هو يدخل في مناطق كتير جدا ويسيطر عليها، من اهمها ان هو قضى على الخلافه العباسيه اللي استمرت زي ما انا قلت لكم 500 سنه. الخلافه العباسيه دي انتهت 1258 على يد المغول، لدرجه ان المغول خربوا البلاد، دخلوا بغداد، قتلوا كل من كان فيها، وراحوا ماسكين الكتب بتاعه مكتبه بغداد رموها في نهر دجله، واختلط اللون الاسود لون المداد لون الحبر باللون الاحمر لون الدماء، وطبعا قتلوا اخر خليفه العباسي المستعصم.
فانتهت الخلافة العباسية. بس احنا هنعرف ان الخلافة العباسية انتهت على يد المغول، بس هنعرف بعد كده ان سيف الدين ظاهر بيبرس قدر ان هو يحيي الخلافة تاني بس في القاهرة. تم احياء الخلافة. الخلافة يا اولاد مش مجرد مبنى بكتب عليه اسم خلاف، لا، احياء خلافة. الخلافة تبقى موجودة بالقواعد والاسس بتاعتها في مكان تاني ما فيهوش اي مشكلة. طيب يبقى الخلافة العباسية انتهت على يد المغول على يد هولاكو 1258، وقتلوا اخر خلفاء الدولة العباسية. مع الاسف في الدول الاسلاميه في الوقت ده كان يقول لك لسه الطوفان ما جاليش، هم لسه في بغداد، لسه ما وصلوش عندي في مصر، كل واحد مستني لغايه ما الطوفان يجي، لغايه ما ابتدى ان هم يهددوا حدود مين؟ مصر. مصر في الوقت ده راح هولاكو باعت رساله تهديد ووعيد لحاكم مصر. طيب انا حاكم مصر في الوقت ده، احنا قلنا المنصور مين؟ المنصور علي اللي هو ابن عز الدين ايوب. طيب واللي كان واصي عليه مين؟ سيف الدين قطز. هولاكو بعت رساله بيهدد فيها الشعب المصري. طيب انا دلوقتي لما يكون المغول دول بيخشوا على اي بلد ويقتلوا كل السكان اللي فيها، اكيد الشعب المصري واصل له ان هو مش هيقدر يقف قدام مين؟ خطر المغول. فشيء طبيعي كتير من المماليك لما يجي سيف الدين قطز يقول لهم انا هتصدى للمغول وحاربهم، طبعا ناس كتير جدا هيقول لك ايه، لا انا مش قد المواجهه دي. لدرجه ان سيف الدين قطز قال لهم ان ذنب الاسلام فيكم، لان ايه؟ انتم متاخرين عن نصر كلمه الاسلام. قطز كمان في حاجه انا عايزه اقولها لكم، ان لما جت رسل المغول بقولك وبعت رسل المغول برساله تهديد ووعيد لحاكم مصر، ان هو قطع الرساله بالسيف بتاعه وقطع وامر بقطع رؤوس رسل المغول وتعليقها على باب زويلة، وباب زويلة دي احد الابواب اللي موجوده من ايام الفاطميين. طيب معنى كده ان انا بقطع الرساله بتاعه هولاكو وان انا بعلن ايه؟ الحرب على مين؟ على المغول. ودي كانت حاجه غريبه قوي ان يقدر سيف الدين قطز يعمل كده. معنى كده ان انت بتقف قدام جيش بيعد من ايه؟ بيقول على نفسه ان احنا جيش ايه؟ لا يهزم. حصلت معركه عين جالوت، وخلي بالك ان عين جالوت وحطين الاثنين في فلسطين وليسوا في مصر. انا ما حاربش عدو في بلدي عشان لو انهزمت بقاش خد البلد. عين جالوت دي 1260، سيف الدين قطز حكم 1259، حكم لمدة سنة. في خلال السنة قدر يكون جيش عشان يلاقي مين؟ المغول. الجيشين في بداية المعركة، الجيش الإسلامي أو الجيش المصري اتهزم، ولكن ابتدى سيف الدين قطز يقول جملته المشهورة وإسلاماء. وإسلاماء دي يعني أنا بدعو لنصرة الإسلام. المماليك قدروا إن هم يجمعوا صفوفهم مرة أخرى، وإن هو يقدر يقودهم لإيه؟ لهزيمة المغول. المغول دول يا أولاد خطر بلدك قدرت تتصدى ليه، لأن لو المغول كانوا سيطروا على مصر زي ما أنا بقول لك كانوا هيعدوا البحر المتوسط ويقضوا على الحضارة الإنسانية، وكان يقضوا على المسيحية في أوروبا. طب ايه اسباب ان انا قدرت انتصر في معركه عين جالوت؟ اول حاجه الايمان بالله. انا بامن ان انا قضيتي دي قضيه عادله، لان انا بحارب في سبيل رفعه كلمه الاسلام، وحده المسلمين، والخلافه الاسلاميه لازم انها ترجع برونقها، لان هم قضوا عليها فين؟ في بغداد. سيف الدين قطز ما كانش بيطمع خالص في الحكم، بس حصلت مؤامره بينه وبين نائب ليه الظاهر بيبرس. مع الاسف المؤامره دي في النهايه ادت الى مقتله، وحكم الظاهر بيبرس البلاد. الظاهر بيبرس ده من اشهر سلاطين المماليك، ولو افتكرت في بدايه الدرس ان هو ساعد شجره الدر في قتل مين؟ تران شاه، ويخلصها منه. ظاهر بيبرس ده كان من اهم سلاطين دوله المماليك، وفي عندنا مساجد وقلاع مشهوره جدا لدوله المماليك، منها قلعه قايتباي اللي موجوده في اسكندريه. لاحظ حاجه وخلي بالك منها قوي، فاكرين الحمله الصليبيه الاولى اللي جت على بلاد الشام، اللي هي المدن اللي قدر الصليبيين يكونوها الرها وانطاكيا وبيت المقدس وطرابلس، واحنا قلنا الرها رجعها عماد الدين زنكي. انا عندي انطاكيا ومهمه جدا جدا جدا، انطاكيا دي في بلاد الشام، مين اللي قدر يستردها ويرجعها تاني للمسلمين؟ الا وهو الظاهر بيبرس. من اهم اعمال الظاهر بيبرس ان احيا الخلافه العباسيه. احنا قلنا الخلافه العباسيه تم تدميرها 1200، او بمعنى اصح اتقضى عليها 1258 لما اتقتل مين؟ الخليفه المستعصم.
تم إحياء الخلافة العباسية في القاهرة. الخلافة العباسية تم إحيائها في القاهرة، عشان كده لما نيجي ناخد في ثالثة إعدادي ونقول سليم الأول دخل مصر وأصبحت مصر ولاية عثمانية 1517، طمع سليم الأول في الخلافة وأن يبقى خليفة المسلمين ويقود مصر قلب العالم الإسلامي، هتشوف هو عمل إيه. قال لك لا، الخلافة العباسية ما تبقاش في القاهرة، تبقى فين؟ في اسطنبول أو في الأستانة. الأستانة دي كانت عاصمة الخلافة العثمانية في ذلك الوقت. يبقى هناخد في ثالثة إعدادي الخلافة، تبقى فاهم إن الخلافة العباسية بعد ما اتدمرت 1258 أعادها 1261 ظاهر بيبرس، و 1517 تم نقلها إلى فين؟ إلى الأستانة. طيب في مساجد بناها الظاهر بيبرس، وفي ليه مسجد مشهور جدا في القاهرة. أنا عندي من الخلفاء اللي جم بعد الظاهر بيبرس الأشرف خليل ابن قلاوون. الأشرف خليل ابن قلاوون أهم حاجة إنه هو استرد عكا، أكتر من كده أنا مش محتاج. أهم حاجة إنه هو استرد. لاحظ حاجة، إحنا في بداية الدرس قلنا إن دولة المماليك تصدت لفلول، فلول يعني بقايا دولة الصليبيين. الأشرف خليل ابن قلاوون استرد إمارة عكا. أنا عندي ناصر محمد ابن قلاوون عمل أعمال فيها عمران كتيرة جدا، يعني بنا أنشأ مدارس ومساجد زي مسجد الظاهر بيبرس، المدرسة الناصرية، اهتم بالعلم، اهتم بالصناعة، اهتم بالطب. يعني ايه بمارستان يا أولاد؟ بمارستان يعني مستشفى مجانية. دي المستشفى المجانية بمارستان، دي مستشفى السلطان قلاوون. هفهمك حاجة يا أولاد، في الفترة دي كانوا عشان يبنوا أي مستشفى بيتقال على بمارستان، وانت يمكن الدولة الطولونية كان أهم الحاجات اللي عملها أحمد بن طولون إن هو إنشاء بمارستان. دي مستشفيات مجانية، وعشان يبنوا أي مستشفى كانوا بيهتموا بأن يختاروا مكان يكون فيه تدفئة، بمعنى أصح يكون فيه ظروف جيدة جدا عشان يبنوا المستشفى، يكون جيد التهوية. أنا أهم حاجة عندي، ويمكن الصفحة دي لو أنا أقول لك تخليها لتالت إعدادي هتقولي يعني دي مهمة للدرجة دي؟ مهمة جدا. أنا عندي نهاية دولة المماليك. نهاية دولة المماليك، انت لو بصيت على الخريطة بتاعة قارة أفريقيا شايف كده حاجة اسمها طريق رأس الرجاء الصالح جنوب أفريقيا. طب يا مس، ايه اللي يحصل ان دولة المماليك تنهار اقتصاديا؟ دولة المماليك دولة اسلامية، وبلاد الاندلس اللي هي حاليا اسبانيا والبرتغال دي دولة مسيحية. انا حصل في الفترة دي ان انهارت دولة المماليك اقتصاديا. نتيجة اكتشاف ايه؟ نتيجة اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح 1498 ده تاريخ مهم جدا، عندما اكتشف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح. طريق رأس الرجاء الصالح لو تبص على الخطوط الحمراء دي ان هو معدي من عند البرتغال للمحيط الأطلنطي. رأس الرجاء الصالح يوصل لأسيا. ايه مش ده طريق طويل قوي، ده ممكن السفينة تغرق، ده ممكن تقعد 6 شهور. طب ما الطريق القصير اللي هو عن طريق دولة المماليك أسهل. هو ده عند في الدولة المملوكية عايزين يحصل انهيار لدولة المماليك اقتصاديا. في حرب ممكن تكون حرب الأسلحة، حرب الاقتصادية أشرس من حرب الأسلحة. أحاربك في اقتصادك أوقع البلاد، وده اللي فعلا عملوا مين؟ عملوا البرتغاليين. إن هم ابتدوا يكتشفوا طريق تاني يواجه طريق اللي هو دولة المماليك اللي هو طريق رأس الرجاء الصالح. طريق رأس الرجاء الصالح ده أدى لتحويل التجارة من الشرق للغرب، ومن أهم الأسباب اللي أنت تكتبها ليه انهارت دولة المماليك اقتصاديا. مين بقى السلطان العثماني اللي قدر إن هو يسيطر على مصر ويسيطر على دولة المماليك؟ هنشوف الكلام ده بتوسع في ثالثة إعدادي. قدر السلطان سليم الأول إن يسيطر على بلاد الشام 1516 في موقعة اسمها مرج ضابط. في كده قاعدة في التاريخ يا أولاد وأنا قايلة لكم عليها من زمان، اللي ياخد الشام ياخد مصر، واللي ياخد مصر ياخد الشام. ودي قاعدة من أيام أحمس مرورا بعمر بن العاص، ورينا بصلاح الدين الأيوبي، ورينا بسيف الدين قطز. دي قاعدة تاريخية أي حد يعرف إن إحنا لغاية دلوقتي مهددين من ناحية الشرقية أو الحدود الشرقية اللي هي ناحية إسرائيل. فعشان كده مصر مهمة جدا لها بلاد الشام، زي ما بلاد الشام لها طبعا أهمية مصر بالنسبة لها. هنتكلم على موقعة اسمها موقعة الريدانية، دي في صحراء العباسية في القاهرة. موقعة الريدانية دي اتقابل فيها سليم الأول مع مين بقى؟ اتقابل فيها سليم الأول مع طومان باي، آخر سلاطين المماليك في مصر. وقدر سليم الأول ينتصر ويضم، بعد ما ضم بلاد الشام، إن قدر إن هم يضم مين؟ يضم مصر.
مهم جدا. 1517 ده سنة دي فارقة في التاريخ، دي نهاية حكم دولة المماليك وبداية حكم دولة العثمانية. يبقى مصر أصبحت ولاية عثمانية تبع الخلافة العثمانية 1517، وكده بإذن الله إحنا نهينا الوحدة الثالثة في التاريخ، ونهينا جميع الدول المستقلة. وإن شاء الله بإذن الله هنبتدي نشرح درس المعادن والطاقة وجغرافيا الحصة الجاية.